السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مثال على موضوع البرمجة. روبوت سكول. هبدأ أفتح اللعبة. هو بيديك طريقة تفكير لموضوع البرمجة، برمجة بدون كود. هقول له بلاي، ابدأ العب. هيتقال لك أول مستوى، أقول له ابدأ العب. طيب إيه المطلوب؟ المطلوب إن دوت الروبوت ده يوصل لمصدر الطاقة بتاعه. طيب هعمل إيه؟ هاجي أدوس على هنا وابدا احط الاكواد اللي تخليه يوصل لهنا، اقول له ابدا اتحرك. طيب هو محتاج يتحرك كم حركه؟ تبدا تديله الرقم اللي يقدر يتحرك فيه من هنا لحد هنا، تمام. طيب بعد كده اقول له ستارت ذا بروجرام، هيبدا يمشي لحد ما يوصل للطاقه وكده وصل وزي الفل. طبعا دي اول مرحله بتفهمني بس الفكره. المرحله اللي بعد كده هنبدا نشوف طالب مني ايه. المفروض ان انا امشي من هنا لهنا. طيب أبدأ أنا أكتب عدد الخطوات اللي أنا محتاجها، تمام. طيب لو كتبت أقل خلاص مش هوصل، تمام. طيب بيقول لك بقى خلي بالك المرحلة الجاية هتحتاج منك شوية شغل. المفروض إن أنا أمشي وبعد كده أحود وجهي كده، أقول له تعالى أهوت، وبعد كده هبدأ ألف، وبعد كده همشي كام خطوة دول. طيب المفروض إن أنا همشي كم خطوة؟ ببدأ أشوف همشي كم خطوة، تمام. طيب وهنا المفروض بقى إيه؟ همشي مثلا 3 خطوات. طيب خلينا ننزل كده نحاول نعدهم. ده أنا كنت لسه بقول له عد. لسه. طيب هعكس الاتجاه، المفروض يلف فيه وأزود الخطوات، المفروض نعدهم، تمام. يعني 1 2 3، 1 2 3 4 5 6 7، معرفش هو بعد كل واحدة لوحدها ولا لأ. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13، أتوقع إن هما 13، لأ حاجة 12، وأقول إن هو مثلا يمشي 3 خطوات. طب خلينا كده نشوف، هيلف وصل. دي فكرة اللعبة. طب شوف بقى هو بيكتبها لك إزاي. لو هنكتبها كود هنكتب let robot بيساوي robot dot active robot، وبعد كده هقول له robot dot move y اتحرك نفس الخطوة، وبعد كده robot dot turn left robot move y 3. فهو فكرة البرمجة بقى، هو بيديك الكود لو انت هتكتبه بلغة السويتش. كل بقى مرحلة من المراحل بيبدأ يقول لك هتمشي كده، وبعد كده هتلف، وبعد كده تمشي، وبعد كده تلف، وهكذا.